السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلامة. اليوم باش نعملوا مقابلة خاصة مع الشاب عبد العزيز، ونحاولوا باش نتعرفوا عليه ونتعرفوا على التجربة متاعو، كيفاش استطاع أن يتحرر من عبودية الإسلام بصفة عامة، و نحاولوا باش نفهموا شنو المشاكل اللي تعرض لها منذ أن قرر أن ينسحب ويغادر هذا الدين الذي تعلمون أنه سبب معناتها المشاكل متاعنا بصفة عامة، وسبب كل المشاكل النفسية اللي يعيشوها سوى الشباب وإلا أي إنسان وعى وفهم اللي هو راهو في مشكلة كبيرة، رغم أنه معناتها الإنسان ساعات يكون يعني مسلم عادي، يمكن في أي وقت يا إما يتحرر من هذا الإسلام الذي هو الاستسلام، أو أن ينغمس في الفكر الإرهابي أو الفكر الإجرامي الإسلامي، كما شفنا التونسي اللي في نيس وشنو عمل رغم أنه يعتبر من المسلمين المعتدلين. أهلا وسهلا خويا عبد العزيز. أهلا، مرحبا أخوي كريم. أهلا. تنجمش تعطينا نبذة صغيرة ساعة عنك، عن عمرك؟ معناتها ما نشوفش ندخلوا في التفاصيل احنا، ولكن باش المستمع والمشاهد للفيديو يعرف الاسم، الحاجات يعني التفاصيل الصغيرة. الاسم عبد العزيز، العمر تقريبا 33 سنة، نسكن في تونس العاصمة. معناتها نخدم موظف في شركة خاصة. شو أقول لك؟ متزوج؟ مش عارف. في الوقت الحالي لا، مش متزوج. يعني مرتبط صحيح، مازلت مش متزوج. نعيش في أسرة في الوقت الحالي، أسرة عادية مسلمة معتدلة كما توانسة الكل عايشة. خير من الناس وأقل من الناس، لكن صارت لي ظروف، أنا تراكمات صارت لي، مش حتى ظروف، تراكمات، حاجة وراء فوق حاجة، حاجة فوق حاجة، لين تدنكو معناتها صار كل انفجار. هذا كما قرابة 10 أشهر التالي ولا 11 شهر، قلت ستوب عبد العزيز لهنا، معناتها فما بكوت كيسيون لازم تو ما عادش فما تاخير ولا ترى تو لازم تسالهم وتجاوبهم، فهمني؟ خليني ناخذ فكره على مثلا على العائله اللي تربى فيها عبد العزيز. شنو كانت معناتها نظرته، خلينا قبل ما نوصلوا للانفجار وما يسمى معناتها الانتباه وما نسميه الوعي، خطر المشكله هو في الوعي، خاطر هو كل شيء واضح. انا ديما نقول احنا ماناش محتاجين باش ننقدوا الاسلام، يكفي انك انت تخمم، على خاطر احنا ما نخمموش، بالنسبه لينا هذيك حاجه مسلمه. خلينا نعرفوا مثلا كيفاش عاش معناتها عبد العزيز الطفوله نتاعو كانسان في عائله معناتها كما قلت انت يعني تونسيه كاي التوانسه الاخرين عاديه. كيفاش عاش عبد العزيز معناتها الطفولة متاعه، وشنو كانت علاقته بالإسلام سواء من جهة عائلته وإلا من جهته هو شخصيا؟ نعيش في عائلة كما قلت لك مسلمة معتدلة، أما شنو معناتها كنت مقتصرة مع عندي الوالد والوالدة فقط، معناتها يأديوا في فراغ الإسلام تاعهم ودي براتيكون إلى آخره، لكن اخواتي معناتها الدايرين بيا، اخوتي زوز كانوا معناتها ما همش ملحدين او خارجين، اما شنو ما يأديوا حتى فرض من فروض الاسلام تاعهم، لقيت روحي الوحيد وقول لهم بين قوسين عرفت شنو نورت العيله، نسي من اللي كنت عمري 7 ولا 8 سنين
نسيم حتى اللي ميت متاع قبل عيد الكبير بنهار مانيش عارف شنو اثنين وخميس كنت نعمل فك زايد فهمني. الولد كان يهز فيا للجامع ويبدا نيت وقت قاعد يتفزعك بيا ولا يفيس بيا شوف كيفاش معناتها ولدي في العمر هذايا ويجي للجامع ويبدا يصلي ويبدا يقول تبارك الله معناتها كنت نوعا ما بشويه بشويه كي كبرت نلقى روحي كاين عجبتني الفازه عجبتني كاني وصلت ختام مو كاني مسحب اللي خلقني مسحب الله الوقت هذاك يوميا من الصباح حتى كش الليل من الصباح حتى كش الليل وانا ايات قران يا ادعي يا اذكر ايات القران بورتون بقصير ما صليش اما قلت ما نصليش ظروف خاصه فهمني ظروف خاصه نحس ما اقول مازال ماهوش وقته لكن في نفس الوقت قلت على قليل نعوضه بذكر القران بذكر القران ما نقوم الصباح من الصباح حتى كش نوصل الخدمه أكد الوقت ذاك الساعة ولا ساعة ونص وأنا أي قرآن وراء أخت أي الكرسي للمعوذتين سورة النصر كذا فهمني حتى نوصل الخدمة لحسين كل ما يبدأ عندي فراغ كل ما يبدأ عندي فراغ كل ما نبدأ نذكر في القرآن كل ما نبدأ أليس نذكر بذكر الله تطمئن القلوب يعني كنت حسب لو إيمان نوعا ما نوعا ما لكن في المقابل في المقابل مانيش قاعد نلقى في مقابل انا نذكر طرفه تصير لي وقت كنت نقرا في السكوندير نلقى ولاد كلاسي في كل وقت هذاك انا نشوف حاجه كبيره بدعم نلقاهم معناتها يوصلوا يشربوا ونلقى انا الوحيد نسيم في وسطهم كان نهوار فهمني الاخر في اخر العام نقام هما ناجحين متفوقين نلقى روحي انا معناتها جاتك الخيبه اخر العام نبقى نسأل نقول علاش ابتلاء ابتلاء من الله لكي يتأكد من إيمانك يقول لك من بلاه الله فهمت يعني هذاك خير له أنت المهم أنك تنجح الامتحان الكبير هو دخول الجنة هذاك هو المهم نجاح في الدنيا حكاية فارغة ما هي إلا معناها متاع الحياة الدنيا أنا ماشي في بالي أنا في الوقت هذاك أنا نسيتك حكاية أخرى نلقى روحي ريتم اللي وأنا صغيرة مسحبتني برشا أمراض برشا أمراض عندي مشكلة في القلب إلى يومنا هذا عندي مشكلة في السيركولاسيون صون في بدني عندي مشكلة عندي السكر عندي برشا نجي ساعات نسأل أمي نقول لها أمي علاش كي علاش ملي وأنا صغير معناتها الأمراض تلحق فيا قول لي مش مشكلة ذيك ابتلاء من عند ربي وربي يحبك وانت من دنيتك لجنتك وانت كذا وانت مش معقول زيادة مش معقول وليتنا نمشي نلهث تعبت فيزيك مو تعبت برشا فهمني وفي نفس الوقت تلقى في مشاكل تصدف فيها في حياتي بطريقة مهولة طريقة مهولة وعرفش هو كي نبدأ نذكرهم منهم النهار كي يقول لك فرد نفس صدقني مش منبلغش يمكن فوت 700 ولا 800 مره نقرا في اي كرسي تلمو نقرا فيلي راسي وجعني وانا في بالي شنو في بالي عارف شنو يحميك ولا يحرسك ما شيطان ولا درجات تاخذها من عند ربي الفوق ولا صدقني لي راسي وجعني لكن في المقابل اكتشفت فهمني كل ما نحاول نتقرب من الله وقته كل ما كاينه فما شخص قاعد يعاقب فيا جربتها معناتها مره اثنين ثلاثه 10 20 نلقى نفس الشيء تو دان كون نلقى روحي قاعد نكفر كي نكفر فما كعرف شو النشوه صغيره نلقاها من داخل كتفر هيده صغيره ولا حكايه فهمني وبعد نقول استغفر الله العظيم وعليش فهمني ونعاود نرجع هاي تهنيد الضمير اي نرجع نقرا قرآن وتجيني مصيبه من غدوه وصدقني لاني قاعد نبارك يا اخوي كريم تجيني مصيبه تقوم من بعد قعدت انا وشخص قريبه مني برشا قعدت قلت لها اسمع راهي فما حكايه بيزار راهي ماهيش صدفه ولا فما حكايه بيزار قاعده تصير فما حكايه لي شو سيكلوش لازم نحلوا عليه الكتاب من الاخر ايش نحلوا عليه الكتاب شنو هو القاعد يصير هذا شنو قاعد يصير وانا في صنعه مليون
من قبل ما اي حاجه تتعدى قدام ما نعديهاش مرور الكرام، رانا نحل جوجل ونبتبت عليها ونسرسر ولازمني نخلق العله وبنت العله. جيت حليت نهار من نهارات، وهو هذا راهو اهم مرحله، راهو اهم مرحله من الناس المتحره. انك لازمك تجي وتسال هكا السؤال هذاك سهير، راهو اهم مرحله، اهم مرحله فهمني. هو يقول لك السؤال، يقول لك هو السؤال هو مفتاح العلوم. يعني الانسان كي ما يسالش ما ينجمش يعرف حتى شيء. خلينا 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 عبد العزيز، خلينا في مساله العائله نتاعك. معناتها اذا العائله نتاعك يعني ماهيش عائله معناتها مدينه باتم معنى الكلمه، فهمت؟ ليش لا العائله نتاعي نتاع اعطي الارض من قبل الارض، اذا تقابل بابا يصلي في الليل، انا بابا بابا يصلي مثلا ويديه كلها معناتها ان كونكسير مكسيكان، كي تشوف يديه ورقبته كلها وشام وعاش حياته وبرطع فيها كما يحب هو، وجاء سرتان مامو في اخر عمره قال لها باش نصلي ويصلي، لكن في نفس الوقت سامحني في الكلمه يكحل على البنات، يقلب هذاك يترفك مع ذاك فهمني، هكا على عيني العباد نحسه ساعات قاعد يصلي. ما عندكمش معناتها بعادين على كل ما هو معناتها اسلام متزمت، فهمت؟ يعني بعيد. خلينا نرجع توا انت معناتها كيفاش حكيت لنا معناتها كيفاش كنت معناتها متدين، انت اكثر واحد متدين في اخواتك، اخواتك ما يهمهمش الدين جمله واحده، حتى اصحابك في المدرسه وكل شيء. خلينا نعرفوا احنا شنو وقتاش وكيفاش تطرح عليك سؤال. يعني قبل كنت معناتها كيما نقولوا احنا مسلم ولكن ماكش واعي، يعني ماكش واعي مسلم بالوراثه، فهمت؟ حاجه مسلمه. وقتاش جاتك سؤال كيفاش، شنو الاسباب والمسببات او الظروف والعوامل اللي ادت الى انك تتساءل؟ هذه هي النقطه المهمه. انا بحكم خدمتي وبرشا ظروف كسواء عائليه ولا مهنيه، العواب الاخرى صارت لي فيها برشا مشاكل، مشاكل معناتها مشاكل بالبالة كما نقولوا نحن، مشاكل لا يحصل، مشكله وراء اختها، مشكله وراء اختها. وكما قلت لك نحاول ديما نتقرب من الله ويا ربي يفرجها مني، ونوصل ساعات معناتها في قمه الخشوع ونبكي ويا ربي فهمني، لكن في المقابل كاين حاسه اخويا نحرف في البحر فهمني، ما فما شيء. جيت كيما قلت لك قعدت قلت يا عبد العزيز وقيت فاش قاعد تعمل، فاش قاعد تعمل فما سؤال طرحته على روحي مره. وقتاش اعطينا وقتاش بالضبط تقريبا اخر 2015 في ديسمبر 2015 فهمني، قلت الميكانيزم تاع الحياه هذه بصفه عامه، قلت كيفاش معناتها اذا فما رب نعبد فيه انا وهو على كل شيء قدير كما يدعي، وهو لا يضرب عصا يفلقها الارض كلها ويضرب عصا يهبط اربع الحصيله، قلت كيفاش الاله هذايا يوصل واحد يتعبده بالأشهرة مش فهمني وما يستجيبش ليه، وعبد حقير على سبيل المثال، أنا نعطيك على سبيل المثال شخص عمل ورطة كبيرة، ورطة كبيرة على سبيل المثال مش عارف أنا يبيع في المخدرات فهمني، إذا بشي يبدأ يدعي في في في, في اللي خلقه بالألف وألفين مرة فهمني، ما هوش ما ينجمش يسلك منها الحكاية ذيك. لكن في المقابل رئيس محكمة كي تمشي أنت وتحكي معاه ولا تمشي له حويجة قادر باش يغير مجريات القضية، مجريات حياتك أنت في حد ذاتها وألف حكي وحكي. قلت ما أنت كيفاش إله خالق الكون هذا ما هوش قادر باش يعمل حد شيء قدام ألف حكي وحكي، ولكن في المقابل عبد مخلوق ما أنت ينجم يغير برشا معطيات في الدنيا ذي. في نفس الوقت سألت سؤال واحد آخر، قلت سامحني كل يوم قاعدة تردد في حكايتك أسماء الله الحسنى، أسماء الله الحسنى أهم اسم من الأسماء هذه اللي هو العدل، مانيش قاعد نرى في حتى عدل،
ما فما حتى عدل غاد نشوف فيه في الحياة هذية. نعيش في قانون غاب، قانون غاب، قاعدين نعيش في غاب. وهل يعقل معناتها كي نبدأ نسأل روحي هل يعقل شنو معناتها ما وجه الرحيم والودود وين رحمته؟ وهو كي يشوف آلاف الناس، مش ما قولش ملايين الناس، ملايين الناس ميتة بالشر وتظلم يوميا وتموت من القهر وتموت من الشر وتموت، فهمني وين هو؟ فاش قاعد يعمل في الوقت هذاك؟ فاش قاعد؟ لا ماهوش مركز معانا، ليه بكوكب آخر؟ ما مانيش فاهم فاش قاعد يعمل. ليه بجماعة وناس جماعة أخرين؟ ما فهمتش أنا فاش قاعد يعمل. لا وجود العدل بصفة عامة، ما فماش عدل، ما فماش عدل، لا من ناحية تحب تحاكمني، تحب تعدل بيناتي. يا أخوي أنت شنو؟ نزلت شخص اسمه محمد هذا في سورة ما موجود، نمشي معك، نزلت شخص اسمه محمد ونزلت شخص اسمه عبد العزيز، فهمني يا اخوي شاورت شكون انت باش تنزل محمد وتنزل عبد العزيز؟ تنزل محمد هذاك نبي وتنزلني انا عبد حقير، فهمني باش غدو تجي تحاسبني؟ ينزلتني انا نبي ونزلته هو عبد، هوني ما فهميش عدل. نجي نشوف زاد كونتر بارتي، نلقى انا اللي جاوا باش يوصلوا الديانات السماوية كلها رجال، ما فيهم حتى واحدة مرأة. أنا فهمني وين العدل هنا بين الرجل والمرأة؟ والكلهم من عائلة واحدة، والكلهم من عائلة واحدة، أب عن جد، كلها من زراعة واحدة، فلا كلها من زراعة واحدة بالزهر معناتها، فهمني ما جابش واحد من أمريكا ولا من أستراليا ولا من أوروبا ولا من أفريقيا، فهمني. أنا كي نجي نشوف مثلا نلقى الكتاب اللي هو لازم لازمنا كلها نتبعوه اللي هو القرآن مكتوب باللغة العربية، يسامحني الدنيا هذه كلها ماهيش كلها تحكي بالعربية، علاش ما نزلتوش بلغات أخرى؟ واه نزلته بالعربية، علاش الكوكب هذا الكل ما يحكيش بالعربية؟ بشوف أنت الكتاب اللي نزلته هذاك في حد ذاته. يلخ 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 عديد الأسئلة وعديد الأسئلة، فهمني. أول ركن معناته وقفت عنده اللي هو العدل، ما فهميش عدل، ما فهميش عدل، فهمني. هذه من ناحية، من ناحية أخرى إيش باش أقول لك؟ جيت نشوف نلقى الإسلام هذايا وكأنه نظام فاشي، نظام فاشي. أنا آخر مرة قعدت مع شخص يقرب لي عمي، لفت نسأل فيه في تطرح موضوع هذا بتاع الجنون وبتاع مش عارف، وامي ما غاديك تحكي على اساس هي صغيره شافت قطوسه اللي راكبه في حصان تجري بيه، والاخر يحكي من غاديك. انا قلت لهم تو سامبلومون ما نمنش بهم، حكيت هذوم ما نمنش بهم، انا اعطيني حاجه ملموسه ما راها قدامي، فهمني، سينو ما زايد. انا فهمني لفت لي عمي من غاديك معناتها كش عليا وقدام الناس الكل معناتها جاوبني قال لي ملي انت ما تؤمنش بربي؟ قلت له شنو وصل له عمي الكلام هذا؟ تطرح موضوع جاوبتك عليه، قلت لك ما نؤمنش بجنون. كيفاش ما تؤمنش بجنون موش في القران؟ قال لي، قلت له هكا يبان لي موضوع اخر وتحبنا يتحل دي. لا قال لي ما يتحلش. مشي من بعد عودتها لي امي، مشي قال لها قل ولدك يركح شويه من المطالعه، فهمني، سينو راهي باش تهبلوا باش تخرجوا من ملتو. أبون قلت لها أمي معناتها وصلنا لنيفو أقعد بهين ما تقراش وما تلاش باش تكونك الحمل الوديع المسلم أكل الكنيش الصغير هذاك محليه ما بنو، معناتها وصلنا لنيفو هذايا. نجي اليوم ما طلبت حتى شيء، ما طلبت حتى شيء. أنا إلى يومنا هذا ممنوع إنه يتحل ديبا في 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 قهوة في فهمني يطرق الموضوع هذا، ممنوع يا أخوي. نقول له إيجا خلينا نحكيه، إيجا جيب لي أنت براهينك وجيب لك أنا براهيني. يقول لك لا، ما حدك حد لمسقي غديك وريض عايش خويا ما تخلينيش نكرهك، وأنت خرجت من ملة محمد وبرمشي توضى وصلي ركعتين فماشي ما ربي يهديك. كاللغة الحرفة انا ما كذبش، لا نقاش لا نقاش، فهمني. انا واحدة فهمني قلت خليني خليني نشوف شو هو الحكاية بالضبط،
بديت نعمل في الريسيرش نتاعي على الانترنت وقلت علاش الواحد يقدر يا خويا ما الواحد عنده زوج عينين علاش يقعد يغزر بعين واحده يا خويا ماني شنو عشت قرابة 30 سنة أنا من حياتي مشيت للسنين مش مشكلة نعطي العمري أنا عام واحد عام واحد وإذا هناك إله وبش يجي يوم محاسبة إذا بش يحاسبني مجرد أني خدمت مخي وقلت يا بشر إيجا وطلع فبني بش يحاسبني مجرد أني قلت خليني طالع خليني خدم مخي انا لا اتشرف بالجنه اللي بشتلم فيها الوجوه لوحه المسطكه الكل ما نتشرفش بها. انا جيت في يوم من الايام حليت الانترنت قلت خليني نشوف خليني نطلع هذا قبل سنه اي فهمني بديت بشويه بشويه نطلع ايش جديد البحث نتاعك نجمش نعرف يعني التفاصيل باش نفهموا يعني انت معناتها تسمى يعني مثل للمسلم عادي خدم مخه وحب يعرف حب معناتها اسال سؤال هل انا على الطريق الصحيح ام ليس على الطريق الصحيح شنو هي البروسيدور او الطرق اللي بديتهم باش معناتها تفركس على ما يسمى الحقيقه كيفاش بديت اعطيني فكره انا من الاول كي طرحت سؤال روحي قلت عبد العزيز تويك معناتها مسيرة 1400 سنة معناتها تبين إنها تجربة فاشلة بأتم معنى الكلمة معناتها الإسلام هذا شنو خلف حشكل بهامة خلف قلة التربية خلف لوطايا خلف السرقة خلف النعوت السيئة كلها في الأمة ذي قلت ترى شكون معناتها الأمة الواعية والقارية وكذا كذا بليزموا قلت المسيحية قلت خليني ندق الباب عليها وخليني نشوف معناتها شنو وراها وشنو عملت ريسيرش انا على المسيح من الاول عرضتني فيديوهات نتاع السويق الجارية نتاع الاخ رشيد المغربي قلت يا خليني نتبع بشويه بشويه فمني نلقاها معناتها فما العديد من الحوارات قاعد يقوم بها في الوقت هذاك ما قلتش ضد الاسلام انا قاعد ينور في العبيد هو معناتها هو ما خسر حتى شيء هو جاي قال لك قدامي في يدي اليمين فما حاجه في يدي اليسار فما حاجه وانت خدم مخك دوره شويه وشوف هنا والصحيح هنا والغلط بديت ندور فيه بشويه بشويه ومن بعد بالاخر رشيد بديت ننجز فما سيد القمني من مصر بشويه بشويه نجزت فما برامج على اليوتيوب موجود نتاع البط الاسود بديت نتبع بشويه بشويه نشوف في الناس اللي خرجت من الاسلام وخرجت من الاسلام وخرجت من المدينه ذاك بشويه بشويه اللي تحت بكمتي اخويا كريم ما نكذبش عليك فرحت خاطر في بالي في بالي اصلا استخدام مو حسيت روحي وحدي في البلاد هذيا عملت عمله لا يخطى فرها وباش نموت بالسر هذا معناتها ما لازمنيش نحكي بيه تينا قلت هو فما واحد تونسي خليني نشوف شنو حكيته في برنامج البطل الاسود سمعتك معناتها قلت ماهيش حاجه هينه فما شخص عمل دي ريسيرش ما تصورش متاع عدة سنوات ما تصورش أسوبوا الرجل المعمي ولا أكيد عنده على شنو يدلل معناتها عنده على شنو معناتها يحكي عملت عليك أنت رشاش الحق دخلت على الفيسبوك لقيتك دخلت على اليوتيوب لقيتك وبديت نسمع فيك بشوية 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 عجبتني اللكنة التونسية ما حاجة قريبة مني أنا عبارة لقيت صاحب جديد يفهمني ونفهمه اللي باش يوصل لي اللي حشي به هنا هكا بشويه بشويه اللي منك انت ومبرشة ناس اخرين فمني عرفت اني كنت عباره عايش في بير نتن معناتها حسيت كله غرم فمني واكي بشويه بشويه حسيت روحي قاعد نغسل في روحي وقاعد نشم في هواء شوف انا كنا نقرر روحي بين تويك وبين عامل تالي ولا عام وشويه تالي اصلا حتى من راحه البال نحس في 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 روحي مرتاح البال قبل يهديك راني نحس في روحي اصلا عباره مش مبالغ مش عباره واحد راه شاد عليا عصا ورا ظهري
نبدا خايف من كل شيء من كل شيء اصلا. نشد بوزه ماء باش نشرب وقول شبين شده باليسار ليه شده باليمين سينار عندك فم شكون قاعد يفكتر لك الفوق فهمني باش ندخل شكل التواليت شبين دخلت بديل لازم ندخل باش نبدل حوايج لازمني انا نقوم الصباح باش نمشي نخدم فمك الايات القرانيه ما نقراهمش نحس وكانه وقول الدراما ايش من مصيبه باش ينفع ما انت في جحيم عايش في رعب 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 لا حدود له رعب كبير مش نسيم رمضان قبل مع تعميل تالي ولا سيف مازال الحال سيف باش نموت وانا ديابيتيك تويك فهمني عندي السكر نبدا باش نموت باش نتيح ونبدا مرعوب مرعوب وقت من الله لو كان ناخذ كاس ماء يمكن مشيت فيها مشيت فيها فهمني التويك حسيت روحي الكلمه في بلاصتها انسان متحرر حر انسان تحس روحك انسان ما عادش عبد انسان ولا انسان في الاخر انسان فوالا باي علاش انت وقتها قررت معناتها وشفت انت تكلمت معناتها على معناتها رشيد وكيفاش نقدوا للاسلام رغم اللي هو ينقد الاسلام صحيح ولكن كيما نقولوا المجراب تغمز مرافقه يعني ينقد الاسلام ولكن ما ينقدش المسيحيه واللي هما من عائله واحده يعني بالنسبه لي الديانات الابراهيميه كلها من عائله واحده يعني ما فماش فرق ما بين المسيحيه الاجرام اللي عملته المسيحيه انت قلت معناتها في القبيليكا في الكلام تاعك ان المسيحيه قدمت حاجه الاسلام المسيحيه ما قدمت حتى شيء بالعكس الغرب عندما تخلص من المسيحيه ولا انسان وقتها كانت المحاكم التفتيش وكانت الكنيسه تحكم كانت المسيحيه كيما المسلمين توا عايشين في الخراب والفساد والكذب والنفاق وشراء الذنوب وكل انواع الاجرام يعني اوروبا اول شيء عملته باش انتقلت للحضاره هو انها تخلصت وحطت المسيحيه في مكانها الصحيح هو معناتها الكنيسه ولا تتدخل لا في حياه المجتمع ولا في السياسه ولا في الاقتصاد يعني تدخل كان في امور معينه فهمت خلينا معناتها من المساله هذه اما حبيت نسالك علاش ما قلت باهي الاسلام غلط علاش ما تكونش فما ديانه اخرى صحيحه شنو اللي خليك معناتها ما بحثتش في ديانه اخرى خليني ما بحثش انا راهو تويكا تحت تاثير صدمه كبيره وكبيره جدا علاش خاطر جدودي وبابا وامي واللي دايرين بيا كل معناتها زرعوا فيا فكره انه ما بالافلام وبالكلمات فهمني انه ديننا هو خاتم الانبياء وانه الله معناتها انا النواره اللي كنت عاقدها في الدين هذايا وفان كنت طلع غلط وبصعب فهمني انا كي نجي نشوف في الكره الارضيه ذي معناتها فما فوق 4000 عقيده مش لعب فهمني والكلها الكلها اي واحد يجي تحكي معي يقول لك انا هو الصحيح ولينا في 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 في, في سوق دلال فهمني انا الصحيح ليه انا كتبي الاخير انا كتبي الاخر صح انا كذا فهمني معناتها ما تكذبش عليك ايس وما لقيت في شكون نشد تويك لقيت في لا محاله حكايه صعبه شويه لقيها صعبه شويه علاش كذا كما قالتها الاخت اللي سجلت معك مؤخرا قبل في حالات ضعف ولا حالات يأس نلقى في شكون نشد فهمني اللي هو الله وقته فهمني في الوقت الحالي ساعات معناتها مانيش عارف ساعتها واش نقول نقول هذيك هي الحياه هذيك هي الحياه بذراعك تجيب اللي تحب عليه بذراعك توصل اللي تحب عليه فهمني حد ما يوصلك وحد ما تستنى منه انه باش يجي يديها لك فوق تبقى ذهب هذاك هو انا علاقتي بالاديان معناتها وفيت كريمون اللي كنت عاقد فيه نواره ومحمد وخرجوه لي وكانه وهو طلع معناتها من انزل ما فما معناتها كي تتبع تاريخيا فهمني تعرف اهم حاجه لازم على خليلك القدسيه اللي اكثر من لازم اللي اعطوها لمحمد فهمني
نجي ساعات عندي صديقتي نقول لها محمد هذايا اللي تقول عليه خاتم الانبياء ترى اتينا جردوه جردوه اللي هو نبي واللي هو ترى انا قلت له نجيك انا غدوه ونقول لك انا عندي ولد حومتي مشي عرس بواحدة عمرها 9 سنين معناته هو الرجل يلعب في الوش 40 سنة فهمني و 54 سنة عمره 54 سنة ايش تقول انت وقتها فهمني اوتوماتيك مو تقول بيدوفيل بيدوفيل ما منش يكون كان بيدوفيل وبيدوفيل وقعد ثلاثة فيه منش يكون كان هيش الشخص هذي هيش حيوان حيوان ما يميزش انا عندي زوز قطط في دار ربي فيهم اخوة فهمني واحدة ذكر واحدة انت دار حاشاك يتزوي فيه الأخرى علاش حيوانات ما مش معدلين على فهمني هو حيوان نشوف فيه أنا في الجلسة ديك بركة حيوان والحروب والغزوات اللي عملها في الوقت هذا كان نسميهم فتوحات إسلامية والشيء اللي قاعدين نعملوا فيه مع الغرب تويك كله إجرام كله إجرام عندي أنا كله إجرام الشيء اللي يعمل فيه محمد الوقت هذاك كما اللي يعمل فيه دا 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 كيما تعمل في امريكا في الوقت الحالي كيما يعمل في اسرائيل الوقت الحالي الكلها قاعده تضرب على كرسيها الوقت هذاك وكلها تضرب على دربوها لا واحد خير من الاخر كله اجرام بالفعل كله اجرام اجرام مقدس واجرام باسم حقوق الانسان واجرام باسم الحريه واجرام القتل هو القتل مهما كان هو جريمه حتى ولو عملتها باي تحت اي طائل او اي شيء اخر اذا انت معناتها كما نقوله هو الإسلام مش يقول القرآن إن الدين عند الله الإسلام يعني الإسلام ما يعترف كان بالإسلام كدين باقي يعني كذبوا علينا كذبوا علينا بالمناحة تعرف لأي كذب كيف كيفاش معناته يوصل هيلك كيف في كل شيء في كل شيء يبدأ يكذب عليك راهو ديننا أحسن دين ومحمد نتاعنا راهو بدعة وخلي عاد ما كلا الحكايات اللي يحكيو لنا فيها في التلفزه مره نسمع من محمد كان متاكد تحت شجره في الحال صيف قعدت قدامه طفله مشيت خديت دبوسه وتلمت في العرق نتاعه على خاطر ريحته لو كان تلمد لي بارفان قال لك تويك تلمدهم الكل ما يكونش قد ريحه العرق نتاعه الحكايتك التافهه واللي تقزز مش حتى تافهه تقزز مره نسمع في واحد مرأة أخذت البول متاع سيدنا محمد على خاطر فيه دواء وشفاء شيء عيف وتويك من اللي نحن صغار يدخلوا هيك في مخك اللي الإسلام ما كيفه حتى الدين المقابل تجي تحكي معه على المسيحية على سبيل المثال ولا على الغرب يقول لك لا ريتهم هذوكم ديوثين هذوكم يأكلوا في الحم الحلوف وديوثين وما يتقربوش تحكي له على اليهود لا اليهود ريحتهم ما تشمش جيفة وانا خلت اليهود بالكداب بالكداب سكنت تقريبا في هذيك فربة شارع لندن خلتهم من أنب ما فمه وصدقني من أعز ما عرفت غديك من أعز ما عرفت فهمني وساعات ونروح لامي نقول لها راهو اليوم مثلا جاري وقت يهودي زازار غديك هو موجود وقال لها راهو عمل معي الحكايه هكا خليني ما بوش بيه معناتها خليني بخير لقيت بيه مسلم ما يعملهاش معك تقول لي ليه هذاك بالعاني كاموفلاج قاعد يعمل لك فيه باش يوري لك اللي هو دينهم صحيح اما ليه رد بالك منهم راهو هكا معناتها يحبوا يزرعوا لك بالسيف بالقمع معناتها اللي ديننا ما صارش معناتها شيء بدعه فهمني لكن انا في المقابل قاعد نشوف فيه تويكا من اقذر ما فما هي الديانه الاسلاميه من اقذر ما فما فهمني ولا انا كي نشوف اللي داير بين الكل كان السريق وكان القطعيه وكان المنافقين كريمو فهمني وكان اللي يكذب وكان اللي يسوق وكان كذا كذا وكي جيت تسال تحكي معاهم يقول لك هذوكم حالات شاذة هذوكم حالات شاذة هذوكم ما ريتوش اليوم انا هذا انا ملي حليت عيني اليوم انا هذا ما ريتش ريت كان بركه في 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 فيلم الاسلام وطلع اكبر كذبه تعملت في, 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 في التاريخ هو كان فيلم الاسلام مخرجونا للمسلمين وجوههم نيره ووجوههم وسسمه قريش شكل الحواجب المقرونه واللحيه المقربته فهمني للأسف كنت عايش
في في كذبة كبيرة. وجسبير جسبير مر اللي فات نسمع في خونا راس الغولة يحكي في 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 فيما يخص السحوة اللي بش اللي حابة تصير في الأمة دي بصفة عامة. الحكاية كل الحكاية ما هيش متاع 10 سنين و 20 سنة و 100 سنة وحتى 200 سنة باش تطويل شوية الحكاية باش تطويل. ما هيش سهلة راه ما هيش سهلة انك تجي للشخص راه تعرف انا كي نجي مثلا انا المرتي انا نقول لها اسمع راه الاسلام ودين غلط وكذا كذا راهو كف كبير راهو تعرف اول حاجه جاء مثلا على سبيل المثال اول حاجه جاء تقول انا امي اللي مراه كبيره وكنت نستنى فيها باش نعيش معاها في الفردوس وفي الجنه في كذا كذا طلع هذا كله فمش كله ما انت باش نهارت باش تموت ما انت عباره دبوزه بلار تكسرت وطيش غاديك فهمني ما انت باش يفيقوا على برشا حكايات كانوا عاقدين فيها املهم فهمني باش يلقاو تدنكو باش يلقاو كانوا عايشين في كذبه كبرى. ماهيش سهله راه ماهيش سهله مش سهلة صحيح ما هيش سهلة. احنا نرجع على النقطة بتاع ان المسلمين اكثرهم يرتكبوا الذنوب وكل شيء. يعني سئل محمد كم مرة قالوا له هل المسلم يزني؟ قال لهم يزني. هل يسرق؟ هل يقتل؟ يعني قال لهم راه المسلم يعمل كل الذنوب. وتعرف الحديث اللي يقول لك انا عصيته فستيروا. فانت يعني الذنوب كلها مقبولة في الاسلام. تنجم تعمل اللي تحب بشرط واحد ان الله يغفر الذنوب جميعا الا الشرك به. لازمك تبقى مسلم. يعني توا انسان يرتكب كل خيرات العالم لا يقتل لا يذبح يكون صادق وما يمنش بالاسلام مصير النار. بينما انسان مسلم ولكن ما يصليش ويفسد ويعمل ويفطر ويقتل ويذبح ويتعدى مصير الجنه. هذا هو الاسلام. الاسلام ما عندوش مشكله مع الذنوب. الذنوب لازمك تسترها على المجتمع اما انت تنجم تعمل اللي تحب في الحقيقة. يعني هو يعودك من الأول من الصغرى على النفاق. هذاك علاش انت قلت أخطر شيء هو الإسلام. وفي الحقيقة الإسلام هو نفاق. لازمك تكون منافق بامتياز. وقت تكون منافق بامتياز تكون مسلم بامتياز. هذه هي النقطة. نرجع للمسألة معناتها النقطة زي ذكرتها قلت انت معناتها مدامك انت فقدت ثقة في النوارة اللي هو الإسلام يعني مستحيل يعني تثق بأي دين آخر به. ولكن ما سألتش سؤال كان معناتها الله موجود أو الرب موجود. خلينا الله قطر الله هو إله الإسلام هو رب الإسلام. فهمت كلمة الله هي إله الإسلام كما زوس كما تانيت كما فهمت اسم الأسم كما إلهيم عند اليهود ولا حاجة. أعطينا أحنا كان موجود إله في هذا الكون. انت ماكش معناتها ما تقولش معناتها انت توا مثلا خرجت من الاسلام ما تبعت حتى دين. فما ياسر يخرجوا من الاسلام متبع حتى دين لكن يقول لك انا ربوبي. فما اله ولكن اله او رب ليس بالمفهوم الديني. يعني رب كخالق فقط ليس متدخل في الحياه هوني اعطانا عقل باش نعملوا على ارواحنا ونتصرفوا كل شيء. يعني هل انت تعتبر نفسك معناتها من اي نوع بعد خرجت من الاسلام؟ هل به الأديان فهمنا منها أنت تتسمى لا ديني كما يقول المعري الناس نصفان من له دين وليس له عقل ومن له عقل وليس له دين. يعني الخروج من الدين لا يعني إنكار وجود قوة قد تكون قوة كما نقول مخلوقات فضائية ولا قوة غير طبيعية ولا أي حاجة وإلا مثلا توصل لمرحلة أنك ما تعرفش تقول ما نعرفش موجود ولا مش موجود لا أدري. أنت تعتبر روحك ملحد ولا لا أدري وإلا ربوبي؟ أول حاجة أنا مقبل أخوي الكريم أن نحب أن نعاتبك على الكلمة الكلمة هذية شنو فهمني هذية نحاول نحن ما نحبوش نصلوله فهمني أنه التفرقة وإلا التصنيف هذاك فهمني نحن شنو هرد العالم هذي كله أنك أنت مسلم أنت مسيحي أنت يهودي أنت درزي أنت كذا أنت كذا كذا أنا إنسان من الآخر نعطيك أنا إنسان كان أنا متأكد في صورة ما فما رب في الدنيا هذية أكيد ما هوش الله اللي يصوره هنا واللي حكيه من العليم اللي نحن صغار واللي
يستنى فيا انا باش نمشي ندافع عليه بتفرقعه في بلاصه من البلايص فهمني، باش هو يغفر لي ويمد لي نهر ومعاهم اربع بنات نعدي بهم ليه اربع بنات 70 72 ولا 70 ولا تي خير من الكل فهمني 70 72 ما تنساش 2 2 اهم 70 المفيد اكيد ماهوش هذاك اكيد ماهوش هذاك فهمني. اما شنو في الوقت في نفس الوقت انا اليوم من هذا راني انا كمل خدمتي انا حياتي راني متفرغه للحكايه هذيا انا ما 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 ما, ما, ما يهدي لي بال على خاطر راه زاد انا كنت نتفرج في بعض الاسر الوثائقيه على فور اكزامبل الكوريومان بصفه عامه فهمني ماهوش اعتباطي راه هكاك ما يجيش هكاك ما يجيش هكاك الميكانيزم موجود في البدن بالطريقه هذيك فهمني وبالنظام هذاك ما يجيش هكاك ماهوش صدفه صدفه راه اسمع القول ان هالشيء صدفه هذا لا وجود له حتى عند الملحد هذه فكره بلا. اسلاميه الاسلام راهو يقول لك اللي مثلا الملحدين يؤمنون بالصدفه احنا منو ما فما حتى ملحد يؤمن بالصدفه بل يؤمن بتناسق وظروف وعوامل ادت الى ظهور الاشياء على ذلك الشكل يعني توا احنا كانت القمره مربعه فهمت ظروف وعوامل ادى الى وجودها مربعه مش صدفه ما فماش صدفه فكره الصدفه غير موجوده في العلم فما ظروف وعوامل وفما اشياء اخرى هي اللي تتدخل ما يسمى التعايش الكوني من بين كل شيء في الكون فما تناسق في الكون هذا التناسق شكون خلقه على حسب العلم على حسب الالحاد يقول لك هذا هذاك هو سؤال ما نكذبش عليك اليوم انا هذا ما لقيتلوش اجابه فهمني اليوم انا هذا ما لقيتلوش خاطر فماش حاجه ملموسه انا درينا فوق انا قطعت عاد على روحي ما عود نمر بحاجه الا ما 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 قدامي معناتها دروس وبحوثات ودليل قدامي شو تعطيني انت فما مانيش عارف انا وكل مره توصف لي بروعه الجنه ما حسيتش بها انا وشنو هو المتعه اللي فيها لك كي تقول لي انت فيها قصر مانيش عارف انا من الغادي تنندب هنا قصر طوله 10 كيلومتر والا 72 مراه نندب بهم انا فهمني وش نعمل بهم فماش الحاجه اللي تغريك الجنه ذي كي تقول لي انت شنا اللي نشوفه انا في الوقت الحالي هي اللي موجوده في الدنيا هذه اعمل اللي دنياك تلقى في دنياك ما تلقاش في اخرتك وكي تسمحني بالكلمه كي تحشي لي انا بعد انا كرست حياتي هذه الكل حار روحي من الف حكايه وحكايه انا ما وداخلها جهنم انا هبطني انسان ما هبطنيش نبي معناتها معصمه من الاخطاء فهمني معناتها اكيد باش نتحاسب فهمني يعني الشقه مع جميع خليعه وكاو فهمني يعني انت ما تحولت الى انساني واقعي تمشي بالواقع وتمشي بالحق وبالدليل العلم علم 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 العلم علم انا راني انا نستحي من نفسي راه ساعات انا كي نشوف التجارب وين وصلت والبحوثات وين وصلت انا مؤخرا كي نتفرج في اسرائيل اللي يكفروا بها تقريبا جميع المسلمين فاش قاعد تعمل فاش كي نشوفها في حربها على غزه عام 2006 وشيء قاعد تعمل فيه بعيدا على كل شيء بعيدا على سواء انساني ولا غير انساني نحكي انا على الكيبون اللي عنده صدقني اخوي كريم متعه كي قاعد نتفرج فيها متعه فهمني معناتها وين وصل به وين وصل بهم العلم وين وصل بهم انه يكون في بلاصه وبيان ديستيني لبلاصه الاخرى معناتها ويضربها معناتها علم 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 فهمني ونشوف روحي انا في لهنا مازلنا قاعدين نتناقشوا فهمني نتفكر انا مره امي كلمتني نقول لها والله يدور لي في الجمره كاين فما فيزاج نتاع امراه شنو تجاوبني تقول لي هذيك
من احنا صغار فهمني تقول لي هذيك معناتها امراه قبل في فهمني حشيك وضات ولدها بالخبز فهمني ربي عاقبها حتى لها علقها في القمره انت شوفك المخ وين وصل وشوف فيش قاعد توصل لي وشوفك بدون تعليق بدون ادنى تعليق خاتي الحكايه الاخرى راهو كيف بده يحكيوا لك في قال اخر حكايه مجلت عارفين ارقى واسمع منها بلف مره فهمني تعليق فهمني اليوم نمن بالعلم العلم نقوم نحيي العلم هو اهم شيء العلم هو مستقبل البشريه والعلم هو عدو الاديان والخرافات والتجل به انت معناتها توا معناتها تعتبر روحك انساني انسان بغض النظر يعني فهمت حطيت كما نقولوا فاصل من بين الخرافات والوهم اللي كنت تعيش فيه ولكن هل يعني كيفاش تتعامل في المجتمع يعني مع عائلتك مع خطيبتك مع العقارب ليك هل تبوح بأسرارك أو بأفكارك وإلا تلتزم الصمت والسكوت خوف أن تتهم بالكفر والإلحاد والخروج على الملة انا مع صحابي الحق انا مع خطيبتي كنت معها واضح عندي مده وخطيبتي علاش ما تنجمش ما قات حتى تعليق فهمني علاش خاطر انا ديما ورقه وسيلو فوقي ورقه وسيلو فهمني ونحارب فيها بالحجه معناتها تجي تقول لي هكا وهكا انا نبدا نسال فيها في سؤال وللاسف اليوم هذا ما نجمت بورتون راهي تصلي معناتها وموظفه على صلواتها الخمسه معناتها فهمني ما نجمت تجاوبني على حتى سؤال ما نجم تجاوبني على حتى سؤال فهمني ديما ما خذتها مسلمه الحكايه فهمني هكا قاعد تصلي هكا مثل ما كذا كذا فهمني مع صحابي حق هكا ساعه ساعه نطيش لهم فلاش ما نقولهمش لي انا معناتها خرجت من الدين هذا اما نطيش لهم فلاش وكيف كيف معناتها نلقى عارف شو كل الزبهلال الكبير اوه شو يا استغفر مولاك يا ودي انت فاش تعمل يا ودي اتقي مولاك لا فهمني نلقى كنوع من الكلام هذاك فهمني ما يعطيكش فرصه اصلا باش تحكي ولا باش توصل معلومه ولا جمله فهمني ديما وذاك الشغل زاد كفرني بيه الدين هذا فهمني شو ديما يخليك لازم على جهاله وعلى تستيكه وعلى بهيمه اقعد غادي ما تحركش ما ديت لك صورتك هذا ما لا 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 مانيش عارف انا ده صورة الناصر عاودها 100 مرة تو تخف عليك أنا منهم قبل معناتها وصلت بي حماقتي لوين معناتها فهمني ساعات أمي جاتني أمي تقول لي أسمع راهو القرآن دواء لكل داء ومش عارفة قلت لها أمي زعما قلت لي أيوة حليت الكتب أنا ديما فهمني نلقى الشيوخ وبرشا ومنهم نساء فهمني مثلا تعاني من الصداع من امراه وقت نفكرها قالت لي تعاني من الناس الصداع فهمني اقرا ايات الكرسي 100 مره تو ترتاح منها صدقني قريتها قرابه يمكن 30 مره راسي زاد وجعني اكثر واكثر فهمني ليه وعندهم الميزه هذيا تو الشيوخ يقول لك مثلا برشا ايات اقرا السوره هذيك 100 مره اقرا السوره هذيك 50 مره اقرا ديما كرر فهمني ولكن في المقابل انا لو كان نقف تو قدام جامع تو يمكن صلاه المغرب تو نقف قدام جامع يخرج منهم اي واحد ونغمض عيني ونختاره نقول له اجا لهنا وليد عم تصلي يعني فهمني ترى تنجمش تفسر لي مثلا على سبيل المثال اي تبي ولو الكل ومزت له مزت فهمني التو يقول لي اه فاش تحكي فهمني يقول لي هاي ما ايه من الايات فهمني وحد ما ينجم يعطيني لها تفسير علاش خاطر هذيك هي راهو تبع سياسه الاسلام راهو يخليك شكل علوش تبعبع وما تفهم شيء تقعد تبعبع وما تفهم شيء تبعبع وما تفهم شيء كررك الايه هذيك كرر الصوره هذيك ما تفهم شيء فهمني خليها توبيكا يمكن 90% من المسلمين تسألوا لأي سؤال موجود في الكتاب السماوي نتاعو فهمني يقول لك ما نعرفهاش ما هي موجوده غاديك هكا نقراها ونسكت نقراها ونسكت نتاع شو اللي شو تفسر علاش هبطت من اصله يا بيه فهمني
يا اخوي ما نعرفش ما قالنا اقراها اقراها وش دخلك يقول لك انت في الامور هذه ما قال لك اقراها اقراها وانت ساكت يقول لك يا اخي انا عالم شي يهمني فهمت فهمني يقول لك ما يعلم الا الله والراسخون في العلم انت شو مدخلك فهمت فما كذبه اخرى زاد اما ارسخوها في مخاخنا معناتها المسلميه انه الاسلام دين يسر ماهوش عسر لا انا كنشوف ان القران مجرد اني باش نفهم ايه صغيره لازم يكون ماخذ دكتوراه بلس 10 سنين في الجامعه مانيش عارف وين بلس في اللغه العربيه وشوف تفهم وشوف لا ماهوش دين يسر هذا انا كنشوف في صحح النبويه ناقه مثلا انا عيد الكبير عيد الكبير تونا العبيد ما خذته لو انك لو تتك على علوش تذبح وتمشي ليه هو اللي كان جي تبعه في صحيح ما نعرفش عارف شكون يحكي قال لك نهار العيد الكبير على سبيل المثال لازمك الاثنين اللي مشيت فيها الجامع ما تروحش منها ولازم تقعد قبل العيد الكبير ما نعرفش عارف قد ايه 4 ايام ما تحجمش شعرك ولا ما نعرفش عارف قد ايه قبل الجمعه حاسين برشا صعوبات وعليه هذا كل علاش فما الربي الكريم عليه معناته باش لازمني نعمل هذا الكل اللي انا بشرد عليه انا فلا وشوف يرضى شوف ليه الله لا رضيت الله لا مين شرفنيش انا الجنة قلت لك باش ندخلها مع عمار كيما هذوما مين شرفنيش ما حشيش بها فهمني اني عايش كي وساق مع جميع خليها من بعد وتوا مثلا توا انت توا معناتها معناتها تعتبر معناتها نفسك تخلصت من هذه القيود نتاع الاسلام و يعني شنو عملت بديل للاشياء اللي كنت تعمل فيهم اللي هي كانت تاخذ من وقتك كما قراءه القران كما يعني انت قلت يعني توا تبع العلم ولكن مثلا مشاكل وقدام الواحد وليت شنو تعمل هل وليت معناتها انسان تعمل على روحك يعني كان جاتك مشكله يعني منك ما عادش من الله في الحياه هذه التوبيكه قاعد نمارس في حاجتي العمل والمطالعه اخاطر اون فان كونت راهو باش نربح كان من الحاجتين هذوما حد ما هو باش يربحني لا ربي لا 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 اللي جابهم بعد فهمني حد ما هو باش انا العمل والمطالعه انا تويكا انا اليوم حد عاتي ربي راني شاد انا جيت من الصباح فهمني قاعد نخدم كذا 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 لقيت وقت صغيره كان نرتاح فيه نحل ونطلع وكذا كذا ومازلت راه مازلت ما وقفتش لهنا راه الحكايه راه مازلت انا اللي مد لي معلومه يقنعني بها راه هذاك صاحبي هذاك نتبعه راه فهمني وليت تخدم مخك يعني وليت تخدم مخك ما عادش كل يوم كل يوم لازم كل يوم تطالع ولازم كل يوم وراه ما هو باش يطيح الاسلام لا انا لا انت لا حد راه باش يطيح الاسلام هو العلم راه انا ريت الاجور يجي يكتشفوا حاجه انه شخص بعد ما يموت يعاودوا يرجعوا حي راه ما تعرفش عليها راه وينش يكونوا كنا نضحك على اشياء اخرى قبل فهمني ووصلوها ممكن علميا ممكن شيء طبيعي علميا ممكن وقت ينجم يكون كف كبير مثلا الاسلام ما هو شو يحيي عظامه وهي رميمه حتى يحييها سي مانيش عارف سيم سونغ سان مليار كيما كيما اللي وقت الايه القرانيه لا يعلم معناتها ما في الارحام الا الله او توا يعرفوا ما في الارحام ويعرفوا كل شيء وليه تويك في فرنسا مؤخرا مش شهر لول من قبل اصلا ما يتكون الجنين فهمني يعرفوا من الدقيقه الاولى مش شهر لول من الدقيقه الاولى ينجم حتى يختاروا هما تكر ولا انت ليه كيفاش اختي تقيم غديك وقالت لي ينجم يعرفوا اسكو بشكل مونغوليان صاحب اعاقه عنده تشوه فهمني يا اخوي علاش يقول لك نجيبه ونكمل نمرمدوه ونمرمد روحي انا في الدنيا هذه وقت ينحيوا فهمني هو تنجم تعرف كل شيء من اول نهار تنجم تعرف كل شيء لوليت كيفاش باش يطلع فوالا فهمني باهي يعني انت توا ما تلقاش يعني انت ما علمتش اللي انت خرجت من الاسلام ولكن يعني تتعامل بطريقه يعني حذره وتحاول باش تلقي معناتها بعض الافكار الى الاشخاص المقربين منك نحاول نوصل اما ماهيش سهله اخوي كريم راه ماهيش سهله انا ما عنديش مده قاعد في القهوه بحذايا شخص يخدم معايا عداوة معناتها الخبر نتاع وقت صارت بوليميك نتاع الميراث اللي صار في تونس نتاع وقت بن غربيه فهمني تطرح ما دام تعرف قهوه عربيه شعبيه تطرح فهمني يا اخي دار رجل كبير بحذايا
قال ريت ما وريت ما تحبوا يخرجونا من ديننا ويحبوا يعملوا بما ما أنزل الله وكل اللغة البيت. تلفت أنا اللي يخدم معايا واللي يخدم معايا ذي يصلي برشا فهمني وكيف يسمع لذان أذن وكانوا ضربوا الضوء يقوم يبدأ يجري للجامعة فهمني. تلفت قلت له زادة ما عندهم حق زادة معتها أخلاقيا فهمني. قال شو عندهم حق معتها قام صح علي قال شو عندهم حق ايش بيك فاش تحكي فهمني. ربي قال المرأة تاخو أنتير والرجل ياخو دوتير سي هذاك فهمني. قلت له بيه أبزر قلت علاش نصعبوا فيها أنت عندك أختك مثلا وأنت وحدك في الدار يا خويا وانتم زوية ولا كسبتكم دار واحدة دار واحدة فهمني باش تبيعوها تعطيها معناتها قلبك يعطيك. قال هذاك هو قال عليه ربي هذاك هو. قلت له في قلبي نار ربك ورب ربك اللي قال لك الحكاية ذي فهمني بيك القذارة معناتها قلت لك بأمور إنسانية معناتها بأمور أخلاقية أخلاقية أختك قال لي أختي هذاك ما مسيرة باش ياخو راجل شكون قال لك باش ياخو راجل الصالح ولا عندها حق في الميراث تاخذ معناتها لقيت معناتها الرجل تشنج وعيني حمارت وكان يلقى يقيم عليه حد غادي يقلب عليه موضوع قدام انت مخه قال لك هكاكا وفي مش مخه قال له هكاكا الدين قال له هكاكا الدين قال له هكاكا ومعمي به معمي معمي كلهم معميين حتى احنا كنا معميين حتى انا كنت معمي حتى انت كنت معمي فهمت. وقت الإنسان يفيق يحس روحه ويحس بالحرية يحس ينجم يتنفس فهمت. كان عايش الخوف وكان عايش الرعب وكان عايش تأنيب الضمير أي حاجة يعملها فهمت أنبو ضميره عليها وهو في الحقيقة فهمت يعذب في روحه من غير حد شيء. به يا سي عبد العزيز شنو تنصح أنت مثلا هل تنصح أنت مثلا الناس اللي يخرجوا من الإسلام في تونس خلينا نقعدوا في إطار تونس إنهم يعلنوا على خروجهم من الإسلام ولا لازمهم يخبيوا؟ هما أروا اللي مصالحهم الشخصية ماهوش وقته ماهوش وقته تحب ولا تحب. أنا كنت فكرش يا أخوي كريم عندي مدة قلت لك أنا قلت لك عندي زميل أنا في الصحافة عرفش ولا تخدم في أجونس دو بريس هي كل مدة تعمل أكستيل ما موضوع بابي هم يسميوه فهمني موضوع يمس معناتها. قلت له أنا ما طرحت عليها وقت قلت له ليش ما تعملش على مسألة الإلحاد وفهمني وراه فما برشا في تونس راه غير توما راقدين على وذنكم راه برشا خارج وسيرتو في العالم العربي. قلت له ما كان ما نحكيه معناتها موسى قلت له في مصر في المغرب في كذا في كذا. قلت له اوكي وعجبتها الفكره قلت له نجم انا نبرانشيك مع شخص فهمني ينجم يفيدك ينجم يعطيك حتى احصائيات ينجم هكا. قلت لي علاش لي مشيت الرئيس التحرير نتاعو طرحت على الموضوع قال له فاش تعمل قال له ريت وقت جيت طلبت منه قلت لك اعطيني الكونتاكت تاعك باش تتصل بيك صحفيه هكا فهمني. مشيت قال له راه معناتها موانزه معناتها تحمد ربي ما تردهاش نهارتها من الخدمه قال له فاش تعمل تحب تحل عليك ببلا فهمني. نفس الشيء بالنسبه للتو للملحدين و فما حكايه سامبات تنجم تكون خير تو كيما فاستك انت انك تعمل فيديوهات كيما فاست راس الغول فما ديباج قاعد نشوفهم تاعك على الفيسبوك ساعه يطيشوا كذا 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 فهمني. نبداو تدريجيا اما راهو باش يجي انا بسطو الحكايه انت ما تجي تدكو الراجل عمره 35 سنه قاعد بحذا امه ونقولوا نحن في السميتار جيت تقول اسمع حبيت نقول لك راهي هذيك ماهيش امك ما باش تصير له صدمه والراجل هذا كان منهار شو طاح فهمني ماهيش سهله ما تجيش هكاك بين ليله ونهار باش تجي والاخت اللي حكيت معاها المره اللي فاتت عندها 1000 حق قالت لك ما نجمش اني نبوح كل شيء في الوقت الحالي لتونس فما حياتها تنجم تتهدد فما 1000 حكايه وحكايه. اي احنا ما نقولوش للناس الكل خاطر كل واحد ظروفه لكن اللي ينجم علاش لا في الوقت الحالي تو المقربين مني تقريبا 80% وصل لهم اللي انا راهو سيء راني اتبعت الفكره هذه ولو سيء معناتها قلت لروحي ستوب لبرشا امور فهمني. حكيت لهم اما راهو عجبني جليل البريك المره اللي فاتت في كلمه الشعب التونسي مش ما نقولش انا شعب راهو داعش في مخه تحب ولا تكره يقول لك تاكد منه داعش ولا هو في رمضان خلي واحد معناتها يجبد سيجاره ويبدا يسيركيلي بيه في الافوني تشوف الناس الكل هبطت عليه
داعشي في مخه داعشي ما تجيش في ليله ونهار. هذا الواحد زاد كيما قال لك راس الغول عنده ديزونجاجمون، قال لك عندي بنتي عندي كذا عندي كذا، خويا هو اللي يفكر بيه داكور فهمني عنده. انا قبل ما نبدا معك خويا كريم قلت لك عندي امور تبع الخدمه فهمني، نحاولوا نحبذ وكا كيفاش نحاولوا نغلفوها هكا وهكا بشويه بشويه، خاطر ما يرحمك حد، ما يرحمك حد. نعرف نعرف. اما اللي يقدر اللي يقدر اللي نجم، خاطر خاطر زاد ديما ديما في التاريخ ثم اشخاص كيما نقولوا احنا يسبقوا، فهمت، يسبقوا الاحداث يعني، وفما اشخاص يقولوا حلوا الطريق، فهمت، على خاطر انا نشوف انا خرجت من الاسلام وتحررت من عنصر الرعب. انا مثلا شخصيا عندما خرجت من الاسلام علمت، ورغم اللي سبت لي كثير من المشاكل وخسرت ياسر وقعت لي مشاكل كبيره، لكن انا قلت الرعب ما عادش نعيشه، مانيش انا باش كنت خاف من اله او من رب توا باش نخاف من عباده يمشيوا يزمروا الكل وكان فيها موتي. باهي انا بالنسبه لي كنت انسان متمرد، فهمت، وفما ياسر متمردين، فهمت، ولكن الاشخاص اللي ما ينجموش وعندهم ظروف مثلا ياسر عائلات او حتى نساء معرسات، فهمت، وتبدا معناتها ملحده لكن راجلها ما تقولوش اللي هي ملحده ياسر، وفما اللي معناتها بنات اولاد. فما واحد مثلا اخر مره غير قال انها معناتها شكك، سال ابوه وامه بعض الاسئله، فهمت، طردوه ولقى روحه في الشارع وكلمني وقال لي يا كريم راني في الشارع وما عنديش فين نسكن، وبابا قال لي انت ما عادش ولدي ما عادش نعرف بيك، وعمره غير 16 سنه، وليت قلت له ارجع للدار نتاعكم واطلب منه السماح وقل له راه الشيطان لعب لي بعقلي ورجع لدارهم باش ينجم يعيش مع دارهم. يعني اشخاص يعني هذه مساله خطيره جدا، فهمت، ما فماش حمايه، ما فماش حمايه اللي يخرجوا على الاسلام. احنا تويك انت تحكي كيت اخي اخي، قداش من حافه نحن نسمع عليها راجل شد قتل مرته اللي يكون هو متطرف ولا الله شو حكيته فهمني، قتل مرته غير كو ما نش عارف انا شلق بها تسمع في الاغاني مثلا، والا ما حبيتش فهمني خلي باش كذا نكون باش تقول له راني ماهيش سير داكور. اما شنو انا في نفس الوقت تعرف الشو اللي عجبني والايمان الصحيح اللي ريته، الايمان الصحيح عند بعض الاشخاص بما فيهم انت اخوي كريم، اول ما فما تبعت شخص اسمه احمد حرقان مصري عجبتني الجراه نتاعو والاختيار اللي موجود في مصر وفواديس باللي موجود في تونس، فهمني عجبتني الجراه نتاعو وكيفاش وقف كسوة في التلفزة كسوة في الوقت قال لهم صحيح أنا راني ارتديت على الإسلام ويزي وراني وقفت غاديك فهمني، وقال معناتها تعرض لبرشة معناتها ضرب وسحل هو ومرته فهمني وملقيسة واصل. عجبني اسمه برشة برشة من ياسر ياسر فما ياسر برشة من ياسر عجبتني تجاعتهم فهمني. ما في تونس قلت لك نحسها مازالت الحكايه جديده ولا مش عارف شنو. اما شنو انا اللي اكدوا لك وحسب اللي قادر فيه تويكا مش ما نقولوش فما عشرات الالاف في تونس، اي موجود اكثر من عشرات الالاف اكثر نسبه للحق موجود نسبه كبيرة. على حسب الاحصائيات يعني الاخيره تقريبا 10%، يعني تعرف عندنا في تونس تقريبا بين 7-10% ملحدين يعني خرجوا من الاسلام، فهمت، لكن ما يقولوش وتعرف ايش خلاهم يخرجوا. الوقت خلاهم انه اكيد انا متاكد انهم طرحوا لنفسهم نفس السؤال اللي طرحته انا، وينو العدل وينو الله الرحيم هذا اللي يلقى الناس اللي عامله فيها البتيت هذيك هي ويلقى برشا ناس فهمني المدينة وشادة رجلة في الدنيا ذي فهمني كان معناتها جهل وتطرف والبهامة والتصديقة وإلى خي إلى خي إلى خي فهمني برشا. أما شنو ونستغون بيان بشوية بشوية تحسن الأمور فهمني وأني قلت لك أنا فهمني بارابور العلم هو راهو باش طيحوا الإسلام العلم ولازم الإنسان زاد يعي يعني يوعى بالمشكلة يعني يطرح السؤال، فهمت، هذه هي حاجة مهمة. المهم أخويا عبد العزيز يعني التجربة متاعك جدا شيقة
ونتمنى ان بعض الشباب الاخرين يعني يعطيونا التجارب نتاعهم في الخروج من الاسلام وشنو اللي يتعرض. انا قل لهم دق الباب فما حتى مشكله ده. هو اضعف اليمين اضعف اليمين اضعف اليمين كيما في شخصي انا اني دقيت الباب راحت حكايتي كيما قلت لك قبيله خويا كريم ما حش بحال شيء انا ركي فيقلي وما حشش بشي في قولي يا خويا حاسس بشي في قولي. على الاقل انت عبرت على الاقل انت عبرت بخلي حد شيء فوالا فهمني صدقني راهو راحه تامه راحه تامه تحسوا بها من داخل تحسوا كانه عبء كبير وتخلصتوا منه دق الباب ما تو انت ما طلبت حتى واحد باش لابس وري له وجه ولا تذكر له اسمه اخوي وصل صوتك ما طلب راحه شيء وصل صوتك وصل صوتك تو بشويه بشويه فهمني ما شيء هي اسطنبول دونيز فهمني بشويه بشويه تو تكبر أو اللي كيما تو قاعد يوصل للعشرة بالمية وغدو يوصل عشرين بالمية بعد غدو بعد عام تو يوصل 50% بتوانسة بشوية بشوية تتحرر تتحرر كريمو ونجور راو نتحرروا ونعملوا عقلنا ونحلوه ونسألوا أنفسنا برشا أسئلة ونقولوا ستوب والعدل احنا نحقوه مش من السماء يأتي العدل. العدل احنا بالقوانين متاعنا والخدمة متاعنا نحقوه كيما تو في ياسر دول هناك عدل ولكن العدل شكون قام به؟ قام به الانسان. الانسان هو اللي قام بالعدل. والجنه ما استناش انك باش اعمل جنتك في دنيتك، اعمل جنتك في دنيتك فهمني؟ ما تعيش في الميزيريا وفي الجهل وفي الظلام عمرك كل وناتوندون باش تستنى بحكايه شوف موجوده شوف ليه ماهيش موجوده انا نعطيك ماهيش موجوده فهمني يكذبوا عليكم راهو يكذبوا عليكم باش يصبروكم وتسكتوا باش ما تاخذوش حقوقكم هوني يقول لك هاكا تاخذوا في الجنه باش هما يعيشوا بالكدا ويعيشوا في الاغنياء يعيشوا بالكدا وكل شيء يعيشوا ولا. المهم احنا توا تقريبا ساعه على خاطر ما نحبش نطول اكثر من ساعه. شكرا سي عبد العزيز المقابله الشيقه هذه اللي عملناها ونتمنى ان الشباب اخر يعني سواء معناتها من اي منطقه يحب معناتها ينقل التجربه نتاعو ونتبادلوا الحديث وكما قال عبد العزيز على الاقل يفرغ في قلبه وخاصه انه يسجل التاريخ راهو هناك شكون خرج من الاسلام وراهو مازالوا باش يخرجوا من الاسلام وراهو الاسلام معناتها ماشي نحو النهايه لانه ضد العلم وضد الحضاره وضد الانسان وضد كل الأخلاق الإنسانية والتطور الإنساني. شكرا ونقول لك قول كلمة أخيرة قبل ما نختم هذا الموضوع. كلمتي الأخيرة كما قلت لك ما نطلب حد شيء. أمنيتي ولما حالة صعبة شوية الحكاية فهمني أني ما أنت انهار من نهارات نحل عيني نلقى البلاد ذي اللي نعيش فيها الناس تحرت في مخاخة راو لجور لنتحروا مخاخنا ونخرج صدقني أتو تشوف ورا كل شيء انت في حداتك تحس روحك تبدلت انت في حداتك تحس روحك تبدلت فمني بشوية بشوية أتو تشوفوا وين نوصلوا فمني راو أما مادامنا قاعدين نتبعوا في, 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 في كتاب الإجرام القاعدين نتبعوا في تويك راو بشي يزنا كل المهلك وكهو. أوكي شكرا. وتونس راهي وشمال افريقيا بصفه عامه والدول متاعنا يعني كان يبعد عليها الاسلام تولي جنه على وجه هذه الارض لما نملك يعني من من جمال ومن طبيعه ومن كل شيء ناقصنا كالعقل مع الاسف. ونتمنى ان الناس الكل يفكروا كيفك ويطرحوا الاسئله ما تخافش ما تخافش اطرح السؤال ما تقولش الشيطان يا سيدي ماك انت متاكد اللي يدينك هو الصحيح امشي ابحث اسمع المشكلة اللي هما ما يسمعوش. أنا ديما نقول أكثر المسلمين كما قلت أنت يا عبد العزيز أن أكثر المسلمين مسلمين خطر ما يعرفوش إسلامهم يعني ما ناش محتاجين باش ننقذوا الإسلام. عرف للناس الإسلام شنو تو يشوفوا لهذا الإسلام لا يمكن أن يقدمنا إلى الأمام بل يؤخرنا إلى الخلف. شكرا سي عبد العزيز ونتمناو فيديو قادم مع أنت متحرر آخر من شمال إفريقيا وبالسلامة. بفضلك خليك عايش خليك.